اصطد أحلامك اليوم مع هذه النظرية الجديدة والقريبة، وهي واحدة من أقرب نظريات هانتر التي يمكن أن تسمع بها في حياتك. تدور فكرة النظرية حول الفتاة التي أحبها باتيرا، الرجل الذي اشترى الجريد آيلاند. هل هي فتاة حقيقية أم أنها مجرد بطاقة من بطاقات الجريد آيلاند؟ وما هو سر باتيرا؟ وهل تم التلاعب به من قبل جين وأصدقائه أم لا؟ لكن قبل البدء، لا تنسى الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشتركا، وكانت هذه زيارتك الأولى، والضغط على زر اللايك في حال أعجبك المقطع. إضافة، لا تنسى أن تشارك المقطع مع أصدقائك، ودعونا نبدأ. قبل البدء يجب معرفة بعض المعلومات عن حبيبة باتيرا. أولا، لم يتم ذكر اسمها أو عمرها بتاتا، كل ما ذكر عنها أنها أحبت باتيرا، وهذا الأخير أحبها بدوره. وحتى لا يراها الناس على أنها فتاة مادية، أرجعت كل الهدايا القيمة التي أرسلها لها باتيرا، واحتفظت فقط بالهدايا التي صنعها باتيرا بنفسه، وهذا ما جعلها تزداد حبا في قلب الملياردير باتيرا، وزاد حبه لها بدوره. لذا أراد أن يعالجها من المرض الذي أصابها، وعاجز كل الأطباء عن علاجها. وأخيرا سمع باتيرا بالجريد آيلاند، وأنه إذا أكملت اللعبة ستحصل على كل شيء تريده، أشياء لم ولن تراها إلا في الأحلام. ومن أسماء البطاقات التي أشار إليها كان بطاقتين، الأولى بطاقة نفس الملاك الروحي، وهي البطاقة التي كان سيستخدمها لعلاج حبيبته، وثانيا بطاقة الشباب الدائم، وهذه قد يستخدمها على نفسه وعلى الفتاة أيضا، من أجل أن يحافظ على شبابه الأبدي. الآن سندخل إلى صلب النظرية، وهي أن تلك الفتاة حبيبة باتيرا ما هي إلا بطاقة أيضا، أو بالأحرى فتاة مجسدة بالنين، وليست فتاة حقيقية. وسأقول الأدلة حول ذلك الأمر. ذكرت في البداية أن الفتاة لم يتم ذكر أي تفاصيل خاصة مثل العمر والاسم وكيف تعرف عليها باتيرا، أي وكأنها مجهولة الهوية، إضافة إلى أن باتيرا أراد بطاقة نفس الملاك الروحي من أجل حبيبته، وبطاقة الشباب الدائم من أجل نفسه كما ذكرت، لأن تلك البطاقة تتحول إلى كبسولات حبوب من 100 حبة، إذا بلعت أكثر من حبة وأردت إنقاص عمرك ستموت فورا. المرض الذي أصيبت به حبيبة باتيرا لم يذكر في المانجا أو في النسخة الجديدة أبدا، لكن في فلاش باك عنها في أوفل جريد آيلاند من النسخة القديمة ذكر أنها أصيبت بغيبوبة أفقدتها الوعي لمدة طويلة. لم يتم ذكر كم المدة، لكن من المرجح أنها أكثر من سنة، لأن باتيرا جلب لها أفضل الأطباء في هذه الفترة ولم يعالجوها. وبما أنه لم يذكر أنها دخلت في الغيبوبة بسبب حادث أو مرض ما، فهذا يدل على أن الغيبوبة سببها قادم من الجريد آيلاند، ولأن الفتاة عبارة عن بطاقة، إذن نقصت عندها كمية الهالة أو النين عند الشخص الأساسي صاحب البطاقة. هذا الدليل الأساسي. هذه الفتاة توفت مباشرة بعد المباراة ضد رايزر وحصول جون ورفاقه على بطاقة رقعة الشاطئ، لأن عند رجوع تيسيزغيرا إلى القلعة أخبره باتيرا بالقصة كاملة، وأنها توفت منذ أيام، أي مناصفة مع وقت المباراة. والحصول على بطاقة رقعة الشاطئ التي تعتبر من أصعب بطاقات الجريد آيلاند هي البطاقة الوحيدة التي يتطلب الحصول عليها قتال أو مباراة مع أحد المؤسسين وهو رايزر. نرى هناك تشابه صريح وواضح بين الفتاة صاحبة بطاقة رقعة الشاطئ وحبيبة باتيرا، وكأنها كانت النسخة الأخرى منها، مع العلم تماما أن فتاة رقعة الشاطئ حكت قصة طويلة وأنها تنتمي إلى شعب معين، وسوف يكون هذا الأمر له مقطع خاص به. وعند حصول جون على بطاقة رقعة الشاطئ ماتت حبيبة باتيرا مباشرة، لأنهما نفس البطاقة. بالعودة إلى الأحداث، نرى أن جون لم يكن ليستطيع دخول لعبة الجريد آيلاند إلا عن طريق الاتفاق مع باتيرا، وباتيرا ذاته لولا وجود الفتاة لما اشترى اللعبة. باتيرا ذاته تم التلاعب به عن طريق أحدهم، ربما جين أو أحد المؤسسين الآخرين من الجريد آيلاند، من أجل الوقوع في حب الفتاة ومن أجل شراء لعبة الجريد آيلاند وذيع صيتها في الأرجاء، لأنه بمجرد أن اشترى باتيرا اللعبة ذاع صيتها في كل العالم واشتهرت جدا.
وبالرغم من أنها كانت موجودة قبل ذلك، لكن لم يكن الكثيرين يعرفونها. الآن الدليل القاطع لكل ما سبق، أول ظهور لحبيبة باتيرا كان في الفصل 174 عند تكوين كلمة من رقم هذا الفصل بعد تقسيمه إلى رقمين 174. نجد التالي: الرقم 100 في اللغة اليابانية ينطق هياكو، وهذه الكلمة تشير إلى معنى آخر وهو العمر الطويل، إشارة إلى عمر باتيرا الكبير، وأيضا بطاقة الشباب الدائم التي تعطي الشباب لمدة طويلة. وعند تكوين كلمة من الرقم 74 تأتي كلمتين، واحدة وهي ناناشي وتعني مجهول، والأخرى ناشي وتعني لا أحد أو مجهول أيضا. ومجهول هنا قد تشير إلى الفتاة حبيبة باتيرا التي لم يذكر عنها شيء كما ذكرت، وكأنها جاءت من الفراق أبدي. وعند جمع المعنيين معا، أي كلمة مجهول والعمر الطويل، تأتينا كلمة عمر طويل مجهول أو عمر طويل لأي أحد أو لا أحد. وبربطهما مع قصة باتيرا وحبيبته نجدها مناسبة جدا. من كل ما سبق يمكننا الجزم تماما أن حبيبة باتيرا هذه ما هي إلا بطاقة من بطاقات الجريد آيلند، انتهت مدة صلاحيتها مع وصول أو حصول جون على أصعب بطاقة في القصة، والاستفادة من باتيرا من ذيع صيت اسم الجريد آيلند في العالم حتى يأتي إليها اللاعبون من كل حدب وصوب، والشخص الذي يتلاعب بباتيرا إما جين نفسه أو أحد أصدقائه، وربما باتيرا ذاته متواطئ معهم، أي أنه ذو علاقة مع جين وأصدقائه. كانت هذه نظرية صغيرة كتبتها منذ مدة وأردت مشاركتها معكم. إذا أعجبتك النظرية ضع تعليقك وما رأيك بها، ولا تنسى الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشتركا، والضغط على زر اللايك في حال أعجبتك النظرية، مشاركتها مع أصدقائك، ودمتم بخير، ولا تنسى أيضا أن تسطد أحلامك، ومع السلامة.